صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظ الله تعميم بشأن عطلة العيد الوطني المجيد لمملكة البحرين وعيد الجلوس 23. وجاء في التعميم أنه بمناسبة العيد الوطني المجيد لمملكة البحرين وعيد الجلوس 23 تعطل جميع الوزارات والأجهزة الحكومية بالمملكة وهيئاتها ومؤسساتها العامة يومي الجمعة والسبت الموافقين للسادس 16 و17 من شهر ديسمبر 2022، وحيث إن هذه العطلة تصادف يومي عطلة أسبوعية يعوض عنها بيومي الأحد والاثنين الموافقين للثامن عشر والتاسع عشر من شهر ديسمبر 2022.